مكممين عادوا إلى الساحات، وشعار كل يعني كل بقيادته ما زالوا بعد عام يرفعون مطالب لم تجد طريقها إلى التجسيد. مجموعة أخرى اختارت مصرف لبنان وجهة لمسيرتها في ذكرى ثورة انطلقت بعدما مست الأزمة الاقتصادية حياة الناس اليومية. تضاعفت النقمة بعد عام على سياسات زادت من إفقارهم وأبعدت عنهم لقمة العيش. يقولون هنا إن إسقاط هذا النظام يبدأ من إسقاط السياسات المصرفية. تستكمل المسيرة جولتها في العاصمة، تندد بالدولة البوليسية والقمع من أمام وزارة الداخلية بعد أن اشتدت القبضة الأمنية في العام الأول، قبضة نددت بها حتى بعض تقارير المنظمات الدولية. مئات جابوا العاصمة بيروت والمناطق، زخم العام المنصرم تراجع، كورونا والأحباط وهجرة بعض الناس لعب دوره في هذا. من يواجه سلطة كهذه يحق له أن يشعر بالأحباط، يقولون، لكن من نزل اليوم يردد ما من طريق آخر سوى تنظيم جهود الحراك. نتوحد عبر قوى سياسية نقدر نواجه فيها المنظومة السياسية للانتخابات الجاي. بعد عام باتت الوجهة صوب المرفأ، اختزل كل شعاراتهم في الرابع من آب عندما انفجر فساد السلطة بالعاصمة وناسها. لهذا اختاروا إضاءة شعلة في المكان علها تضيء لهم درب ثورة يبدو أنه طويل. مر عام على لحظة سياسية تنشد تأسيس نهج جديد جميع شروطها لم تنضج بعد، يقولون هنا، لكنها خطوة تأسيسية يمكن البناء عليها في بلد توالت فيه النكبات، وكل نكبة تزيدهم إصرارا على ضرورة الثورة. محمد شبارو، العربي، مرفأ بيت.